للجرحى، وقتلت قوات وكتائب بشار الأسد حتى اللحظة 39 مواطن سوري برصاص قوات الأمن، سقط أغلبهم في ريف دمشق. فقط قتلوا 15 مواطن. حلب انضمت بقوة إلى ملف الثورة السورية، وخرج المتظاهرون بكثافة في حي المرجة، وقتلت قوات الأمن واجهتهم بالرصاص الحي وذبحت 80 مواطنين. حماه في جرحى وفي ذكرى المجزرة، المذبحة التي قادها سفاح سوريا الأكبر حافظ الأسد، الذي راح ضحية أكثر من 40,000 مواطن وسط تعليم إعلامي، والتي سميت هذه الجمعة تخليدا لذكرى مجزرة حماة عام 1982 المصادف في 2 شباط، أبت إلا أن تنضم وبقوة إلى ركب الثورة، وامتزجت دماء الماضي بدماء الحاضر. نعم. وسقط 80 مواطنين، تخيل، خرجوا من جامع سيدنا عمار بن ياسر، خرجوا مصلين، خرجوا شهداء. بعد صلاة الجمعة استقبلتهم وخرجوا هاتفين مرددين يهتفون فقط بحناجر، استقبلهم رصاص قوات الأمن وقتل 4 مواطنين بشكل مباشر، سقطوا على الأرض. نعم. وارتفع عدد الشهداء، وفي حماة لوحدها لدينا 8 شهداء، وأيضا حمص شهيدان، وأربعة في إدلب وواحد في درعا وواحد في الرقة. وهناك طبعا بين الشهداء طفلين هم في سقطوا في إدلب، وسقطت امرأة هي الشهيدة شمعة حسين أم عثمان في ريف دمشق في رنكوت، وكان هناك شهيدين تحت التعذيب، ولدينا شهيدان من الجيش الحر سقطوا أثناء المواجهات مع كتائب نظام الأسد. نعم، كيف ترى يعني ما يقوم به الجيش السوري الحر، خاصة في ظل الأنباء التي تتردد عن أن هناك كتيبة حلب في التي شكلت اليوم، ثم إلى أي مدى يساهم الجيش السوري الحر في ازدياد واستمرار عنفوان الثورة الشعبية في سوريا؟ طبعا الجيش الحر هو له دور حيوي وجوهري، وهو قلب الموازين. ولو كان هذا الجيش لديه الذخيرة ولديه العتاد ولديه التمويل المالي لدحر المحتل الأسدي بسهولة، ولحمل المتظاهرين بشكل أكبر وأكثف. وهذا ما نطالب به، أن يتم دعم ويتم ضخ مالي أو بالسلاح تزويد لهذا الجيش الحر حتى تنتصر الثورة، وحتى يقوم بحماية المدنيين بشكل أكبر. طبعا دورهم ملموس، في وهم حقيقة هبوا لنصرة المتظاهرين وهبوا لنصرة البلدات التي تتعرض لاجتياح ولمداهمات من قبل كتائب الأمن. أتكلم عن مئات المرات. كتيبة حلب التي تم تشكيلها، هذا يعني أن حلب يعني انضمت بشكل كبير وفعال إلى الثورة السورية. حمايتهم للمتظاهرين ملموسة في بداية الثورة، عندما كانت كتائب الأسد وحافظ الأسد لا يرضعها شيء. يعني كتائب قتلت في جمعة أطفال الحرية 185 شخص في يوم واحد، وفي جمعة العشائر ذبحت 220 مواطن. أما الآن يعني 39 أو 40، عدد ضخم، ولكن بفضل حماية الجيش السوري الحر هذا سبب في انخفاض ملحوظ. نعم. سبب نعم. أيضا في ازدياد عدد نقاط التظاهر. نعم. ويعني نطلب الدعم الدولي والدعم العربي لهذا الجيش البطل. نعم. الذي يقوم بحماية المتظاهرين. نعم، شكرا جزيلا لك سيد علي الحسن، الناطق الإعلامي باسم الهيئة العامة للثورة السورية من سوريا. ونشرتنا مستمرة بعد الفاصل. الإسلاميون يحققون فوزا ساحقا خلال انتخابات مجلس الأمة في الكويت.